كانت رحلة الرئيس جمال عبد الناصر إلى نيويورك رحلة سلام، عمل فيها قائد العرب رسالة العرب للعالم ودعواهم من أجل خير البشرية، ودعوة العرب حب وسلام. وهنا في مقر الجمعية العامة سمع العالم كلمتنا، وعرف العالم حقيقتنا، عرف أننا لا ننحاز إلا إلى جانب السلام، وعرف أننا مع كل الشعوب المكافحة من أجل حريتها ضد غاصبي هذه الحقوق. هنا أعلن عبد الناصر الوجود العربي، وأكد الكيان العربي حقيقة واقعة تبني ولا تخرب، توحد ولا تفرق. سيادة الرئيس، السادة أعضاء وفود الدول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضاعف من تقديري لهذا الشرف أن أضم صوتي إلى أصوات الذين تقدموا بالتهنئة إلى الدول التي انضمت مع مطلع هذه الدورة إلى الأمم المتحدة، وأن أمد إليهم يد الترحيب زملاء في الحرية، رفاقا في الدفاع عن السلام، شركاء في مسؤولية التطور العالمي. من هذا الإيمان بالأمم المتحدة ومن هذا الاستعداد المتناهي للتعاون في إطارها، نشعر بحقنا المطلق في مواجهة الظروف التي أحاطت أخيرا بعمل الأمم المتحدة بصراحة تنبع من الغيرة عليها والحرص على سلامتها. لقد شهدت القارة الإفريقية نهاية صورة من صور الاستعمار منذ 4 أعوام، وتشهد القارة الإفريقية اليوم بداية صورة جديدة من صور هذا الاستعمار. كانت السويس نهاية الاستعمار السافر المسلح ومقبرته، واليوم نجد أن الكونغو بداية الاستعمار المقنع الذي لا يتورع حتى عن محاولة استغلال الأمم المتحدة ذاتها ستارا يخفي وراءه مطامعه، ويقوم من خلف ظهره بمناوراته لتحقيق أغراضه. ولقد كان المعنى الحقيقي للسويس بالنسبة للحركات التحريرية في آسيا وإفريقيا أنه قد مضى ذلك العهد الذي كانت القوى الاستعمارية تملك أن تحشد الجيوش فيه وتوجه الأساطيل إلى ضرب حركات التحرير. لقد أثبتت حرب السويس أن الحرية لها أسلحتها وأن الحرية لها أصدقاؤها في كل مكان. ولقد كنتم أنتم هنا في هذا المكان، في هذه القاعة بالذات، من أسلحة الحرية وأصدقائها، وبفضلكم وبفضل جهودكم التي مثلت قمة الإيمان العالمي بالحرية، استطاع شعبنا أن يصمد ضد العدوان، وما لبث المد الاستعماري أن انحسر عن شواطئنا واندحر، وكان انحساره واندحاره نهاية عهد المطامع المسلحة. سيادة الرئيس، في منطقتنا من العالم في الشرق العربي نسيت الأمم المتحدة ميثاقها، ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين. فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسي شعب فلسطين وطنه وأرضه ودياره؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب منها تآمر الاستعمار الذي كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم؟ فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم، ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكا للمستعمر ينزعها بكلمة منه من أصحابها ويعطيها لغيرهم وفق مشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه، وكان منطق الاستعمار في جريمته من شعب فلسطين
أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربي من ناحية، وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربي من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية. والحل، الحل الوحيد في فلسطين كما هو الحل الوحيد في الكونغو، أن تعود الأمور سيرتها الأولى، وأن ترجع إلى النقطة التي بدأ الخطأ عندها. في الكونغو لا بد أن تعود الأمور إلى الموقف كما كان حين قامت الحكومة الشرعية في ليوبولدفيل بدعوة الأمم المتحدة إلى مساعدتها، وكما كان حين وافقت الأمم المتحدة على هذه الدعوة بهدف حماية استقلال الكونغو وصيانة وحدته الوطنية. ولست أريد هنا أن أستدر دموعا على أحوال اللاجئين من شعب فلسطين، وإنما نريد لشعب فلسطين حقوقه كاملة، ولا نريد له الدموع، وإن التعلل بالأمر الواقع. سيادة الرئيس، إنه من الأمور البالغة الأهمية ألا تنسى الأمم المتحدة نفسها، لا تنسى ميثاقها ولا تنسى قراراتها، فإننا نشجع بذلك الذين يحاولون تناسي الأمم المتحدة وتجاهل وجودها، وإننا لنرى أمامنا المثال الصارخ الفاضح لهذا التجاهل في سياسة فرنسا تجاه الجزائر. فلقد عرقلت الحكومة الفرنسية كل محاولة للأمم المتحدة تستهدف وضع حد للمجازر الاستعمارية في الجزائر، وراحت هذه الحكومة تتصور أنها قادرة بالمدافع على أن تغير إرادة الله الذي جعل الجزائر قطعة من القارة الإفريقية وجعل شعبها جزءا من الأمة العربية، فإذا هي تحاول أن تجعل من أرضها امتدادا جغرافيا لفرنسا ومن شعبها شعبا تابعا مستعبدا. وبرغم كل المحاولات التي بذلتها الحكومة الجزائرية الحرة التي تعبر عن تصميم شعب الجزائر وترمز لإصراره على الاستقلال، رغم كل المحاولات التي بذلتها هذه الحكومة الجزائرية من أجل الوصول إلى حل سلمي، فإن هذه المحاولات كلها لم تصل إلى نتيجة إيجابية. ولقد سمعتم هنا قول الرئيس دوايت أيزنهاور رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بأن بلاده على استعداد للبدء في مفاوضات من أجل نزع السلاح. كذلك سمعتم مثل هذا الاستعداد من الرئيس نيكيتا خروتشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي. وإنني لأسأل، ما الذي ننتظره بعد أن أبدأ كل من هذين الرئيسين الذين تكن لهما شعوبنا كل تقدير واحترام هذه الرغبة من جانبه، لكي نطلب منهما على الفور أن يبدأ من غير انتظار ما عرضاه أمامنا؟ وإننا نقترح أن تصدر الجمعية العامة توجيها بضرورة أن يجتمع الزعيمان الكبيران تحت علم الأمم المتحدة، إما وحدهما أو معهما من ترون من الحاضرين هنا، لكي يضعوا تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها قواعد بدء المحاولة من جديد في اتجاه نزع السلاح.
ولقد كان مؤتمر باندونج الذي اجتمعت إليه الشعوب الإفريقية الأسيوية ذروة من ذرى كفاحنا الوطني في الدعوة الإيجابية إلى مبادئنا. كذلك فإن هذه القاعة بالذات، قاعة الجمعية العامة، قد شهدت ذروة استعدادنا للدفاع عن هذه المبادئ، وذلك حينما وقفت الأمة العربية ترد العدوان المسلح على مصر في شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1956. ولقد كان مما شرف كفاحنا ورفع من قدره أن المجتمع الدولي المتحضر ممثلا في هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتصر لدفاعنا عن مبادئنا ووقف ضد محاولة العدوان عليها. ذلك هو إيماننا بعدم الانحياز طريقا إلى السلام، وإنه مما يضاعف من مسؤوليتنا هنا أن الظرف الذي نواجهه خطير، والمشاكل التي تحكمه معقدة، والجو المحيط بنا جميعا هو جو الشك والخوف والتربص. وإن خطأ واحدا في الحساب من جانب أي من الأطراف قادر في بضع دقائق على الإطاحة بأجمل وأعظم ما حصل عليه جنسنا البشري خلال كفاح رائع طويل. سيادة الرئيس، أيها السادة، أشكركم. نشاطا كبيرا لا يهدأ بذله الرئيس جمال عبد الناصر، ناشرا كلمة السلام والمحبة، شارحا قضايا الشعوب المتحررة، مدافعا عن الحرية وحق تقرير المصير، رافعا راية الحياد الإيجابي والسلام العالمي. وولى الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعاته مع الرؤساء والزعماء والأقطاب لتبادل وجهات النظر في المشكلات الدولية والمسائل السياسية. فاجتمع سيادته بالمقر الدائم للوفد العربي في نيويورك بالسيد صائب سلام رئيس وزراء لبنان.